حياكم الله مشاهدينا الكرام ببرنامج قانون اللعبة على القناة الرياضية. الحديث كان جميل ومطول حول كرة الطائرة في الجزء الأول مع الكابتن عبد الأمير أحمد، وعدناكم أيضا في جزء آخر نسولف عن قوانين أخرى وكلها حول كرة الطائرة، بالأخص القوانين المستحدثة الكثيرة. ربع المخيمات أو قانون ربع المخيمات لا يطالعون الحلقة لأنه مو صوبهم، كل واحد على مزاجه. شيل هذا الأمور كلها هناك مسموحة عادي، لكن عندنا في القوانين الرئيسية حق كرة الطائرة لا لا لا، في حكام فوق، في حكام تحت، في حكام خطوط، كل هذا وأكثر مراقبين كل حدث. خلونا نطلع بالبطاقة التعريفية للكابتن عبد الأمير أحمد ونعود. خلونا نرحب بالكابتن عبد الامير احمد، حياك الله كابتن عبد الامير مره اخرى. هلا استاذ علي، وحيا ان شاء الله نكون اضافه ايضا، وعدناهم حق حلقه ثانيه ان شاء الله نكون اضافه ايضا للساده المشاهدين. حياك الله في قناه رواد البر بعد. والله رواد البر. من بعد الحديث حول خلينا نقول بعض التفاصيل عن قوانين اللعبه، اليوم بنسولف عن في نقاط يحتارون فيها المتابعين ويقولون اخ هذه تصير ولا ما تصير. ابرزها خلينا نقول الايد فوق الشبك، نحطها بالصورة كذي، الإيد إذا عبرت فوق الشبك بالبلوك مثلاً، لا بالشبسة مثلاً، مع الشبسيات الكريات من الإرسال أقدر أعبرها من أول ضربة، هذه اللقطة على الشبك. نجاوب النقطة الأخيرة. تفضل. اللي حق رواد البر، يا جماعة الخير، يا رواد البر، الريال الكرة جت لك من الإرسال ما يصير تردها. حلو. ما يصير، لازم تنطر تستقبل تلعب ثلاث كراتك. ممنوع. ثنتين يبقى راضي؟ لا ثنتين مو مشكلة، العب واحدة ثنتين اللي تبيه. بس إذا جت لك من الإرسال لا تردها على بنك، يعني طويل لازم تلعب. حلو. خلصنا؟ تمام. خلصنا الكرة هذه. الحين النقطة الثانية، القانون العام للكرة الطائرة ممنوع إنك تلعب أو تستخدم مجال الفريق المنافس إنك تلعب كرة. ممنوع. حلو. تلعب في مجالك. بس. تلعب في مجالك. ممنوع تلعب في مجال الفريق المنافس. حلو. الحين عندنا نقطة واحدة بس فقط. في عندنا شغله واحده اللي هو في حاله البلوك. حلو. يسمح اللاعب القائم بعمليه الصد انه يدخل ايده داخل مجال الفريق المنافس. تمام. داخل فريق المنافس. حلو. ولكن هناك في شرط واحد. شنو هو؟ انك لازم ما تلمس الكره الا بعد ما يشوت اللاعب. طبعا انا قاعد اتكلم باللغه العاميه عشان الناس تفهمها. صح. ان انا الحين ادخل ايدي، تشوفون لاعب بلوك، ايد لاعب طويل ويدخل. ايه. ايده داخل مجال الفريق. صح. المنافس. شبك. يعني الحين مستخدم فريق مجال الفريق المنافس. نعم. ولكن لازم ما يلمس الكرة إلا لما تطلع الكرة من إيد اللاعب. ممتاز. فمعناته إذا أنا لمست قبل ما يلعب اللاعب الكرة معناته في خطأ. فاول علي. فاول علي. الحين نطالع النقطة الثانية. النقطة الثانية مثلاً بعض مرات اللاعب يقول إيده داخل، لا إحنا قاعد حكي الكرة لما يشوتها اللاعب. ايه؟ دائماً الإيد تتبع الكرة في hand follow the ball. نعم نعم. فهنا أهم شيء عندي لحظة ملامسة الإيد الكرة، إذا كان في مجال فريق منافس فهو خطأ، إذا كان في مجاله فهو صح. حلو. خلاص. حلو تمام. اقطع علي. إيه اقطع عليه في حركة يسوونها، فنبي نسأل الكابتن عبد الأمير رحمه، وهي الكرة فوق. ايه؟ أنا اللي بطلع بلوك. ايه؟ هذا بيكبس. أنا بطلع بلوك هو. ايه؟ أطلع صوت أو إني هوش له. نعم. هل هذه حركة مسموحة؟ هذه تعتبر من سوء سلوك البسيط في. نعم. كرة الطائرة. نعم. يتم تنبيه اللاعب أول مرة، ثاني مرة يحصل على جزاء. جزاء. نعم جزاء. جزاء شلون يعني؟ كرت يعني انذار سوق بسيط، ممكن يطور الاحمر، ممكن يطور طرد شوط اذا كرر اكثر من مره. بالصوت ولا التهويش الحركه؟ تهويش بالايد، بالرجل، بالضرب على الارض، بالصوت بالارض، التهويش. لان هذا ممكن. صح. طبعا لان احنا اكثر التلامس عندنا هو بالارجل. ممتاز. سقوط او نزول اللاعب اثناء الضربه او اثناء الشبسه احنا نقول، او اثناء البلوك مثلا في نفس الشبك. نعم. هذا واحد. في النزول على الخط او داخل ملعب الخصم، وين الصح وين الخطا؟ احنا نتحكى ان في حاله عبور القدم بالكامل مجال الخط المنتصف، اذا عبرت القدم بالكامل هني خطا. حلو. الحين اذا صار في تلامس ما بين لاعب البلوك واللاعب الضارب. ايه؟ على الخط متلامسين، هذا تعتبر كره مشتركه او ارضيه مشتركه بينهم. جميل. بشرط انه. ايه؟ ما يكون لاعب مثلا عاق لاعب على انه ينفذ الكره الثانيه، يعني صار. صح. في تلامس وايضا منعه انه يجيب، او صار التلامس من مثلا من صوب الركبه للارض،
فهذا يعتبر دخول خاطئ وعنيف وش اسمه يصير فيه عليه خطأ. ممتاز. الشبك، الشبك احنا قلنا اي لمس الشبك خطأ. لا شلون انت تصيده هذا؟ والله ممكن اثنين محاشو. ايه في حالة طبعا اللي يميز اللي شو اللي يميز مثلا الأستاذ علي عن أمير مثلا انه منو حاش شبك قبل؟ صفاتي ولا صفاتي قبل؟ نعم. انت حكم اول انا حكم ثاني. علم. انا مع المستقبل انت مع المرسل. انا مع البلوك انت مع الضارب. تمام. انا صفرت بعدين انت صفرت بعدي، منو معناته حاش قبل؟ صح بالضبط. صفرنا بآن واحد. نعم. أيه. يعتبر خطأ مشترك. أيه. تعاد عليه نقطة. انت تعيدون يحددها حكم الاول حكم. هو يحدد هل هو انا اطلقت الصافره قبله. حلو. ولا اطلقناه بان واحد، فاذا اطلقناه بان واحد فهذا كره. ممتاز. اللاعب او الفريق عنده ثلاث لمسات بس كنا في حركه استثنائيه ان اللاعب يقدر يطق طقتين. نعم احنا طبعا لا ننسى ان اللاعب اللوك اذا حاشت كره ما تحتسب. البلوك ما تحتسب. ما تحتسب، فمعناته ان في بلوك بعدين في عندنا ثلاث ضربات ممكن تصير عندنا اربع ضربات. صح. عندنا الحين النقطه اللي هي اي كره اولى ايه. انت في حاله استقبال سواء جات لك من الارسال او من الضارب من ضربه هجوميه. حلو. وانت كنت في وضع حركي واحد. حلو. في استقبال الكره وضع حركي واحد، تم ضربتك الكره مثلا انت الحين بهذا الوضع. ايه. وضع حركي واحد ما تحرك. ايوه. طقيتك كره هني، طقيتك بوجهك، طقيتك بايدك وطقيتك بوجهك، هاي لمستين. حلو. تحتسب لمسه. لازم تكون اللعبه الضربه الاولى فقط الاولى. نعم. وتكون في وضع حركي واحد. حلو. اما مثلا طقيتك هني وراحت الصوب بعدين انت حركت ايدك. حلو. يعتبر هذا خطا. تمام. يعني تحكي وضع حركي واحد. طقت. آه. هني طقت هني. حلو. يعتبر لمسه. طقت هني طقت بوجهك. ممتاز لمسة. ممتاز. بس بالنهايه الامر هم ايضا تقديري ممكن يكون. ما فيها تقديري يعني. آه. هو دام وضع حركه واحد شو اسمه شفته تحرك صفر عليه. يا ابيض يا اسود. يا ابيض اسود. خرون الحكام حتى ما يسمحون. المهم خلونا نوقف مع الكابتن عبد الامير احمد وياكم مشاهدينا الكرام بهذا التقرير ونعود. كرة الطائرة هي ثاني اشهر رياضة في العالم واكثر انتشارا. انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى كندا لتتصدر المركز الأول في البرازيل، ولهذه اللعبة شعبية جيدة في معظم دول أوروبا وبالأخص إيطاليا وهولندا وصربيا، وبالإضافة إلى روسيا وبعض الدول في قارة آسيا. وتعد هذه الرياضة الآن أكثر الرياضات شعبية في البرازيل. رجعنا معكم بعد التقرير مع الكابتن عبد الأمير أحمد. في لاعب كذي نشوفه قصير وصغير ومختلف بلبسه وطوله ويمكن حتى بمركزه، من هو هذا؟ هذا يسمونه اللاعب المدافع الحر او اللاعب الليبر. حلو. هذا لاعب طبعا اول سؤال نساله اين يتواجد هذا اللاعب؟ صح، يتواجد في المنطقه الخلفيه. اي مركز في المنطقه الخلفيه؟ الثلاثه. كم عدد التبديلات اللي عنده؟ ايه التبديلات عنده مفتوحه. شلون يعني؟ يعني يقدر يبدل مع اي لاعب. إيه؟ مع اي لاعب في المركز في المنطقه الخلفيه. إيه؟ فقط هو عنده استثناء واحد او ممنوع من شغله واحده انه يلعب ارسال. فمعناته ما يلعب ارسال. فمعناته انت تبدله مع اي لاعب. إيه؟ ما عدا اللي قاعد يلعب ارسال. جميل. سواء كان انت عندك ارسال او معك الاستقبال، اذا معك الاستقبال عندك. إيه؟ يقدر يبدل مع اي لاعب من المنطقه الخلفيه. صح. بس شرط بين تبديل بين تغيير وتغيير. لازم يصير في تداول. يعني مثلا انا بدلت انا الليبرو بدلت معك. أيه؟ بعدين طاحت الكره اضطريت انت لازم تطلع المنطقه الاماميه. فانا لازم اطلع. حلو. ما يصير ادش على طول ابدل مع واحد ثاني، لازم تخلص اللعبه هذه. أيه؟ النقطه ابدل مع اللاعب الخلفي. تمام. طبعا هنا نتحكي على الاستثناءات اللي عنده. شنو ما يقدر يلعب ارسال؟ اي واحد ما يقدر يصير كابتن فريق. اثنين ما يقدر يصير كابتن فريق. تمام. عندك ما يقدر يلعب ضربه هجوميه والكره على منحاه الشبك. حلو. ما يقدر يعد كرة. ليش كل هذا؟ لان معاقبين انتوا. لا مو معاقبين، هم لما حطوا البرو سواء لما تحكي على الكره مثلا. ايه؟ الوزن الكره حجم الكره وزن الكره لما قللوا فشوها يعني بمعنى بالعامي. حلو. فش الكره ليش؟ عشان يخففون سرعتها. لما دخلوا لعب الليبرو ايضا كل هذا عشان شنو؟ تخفيف سرعه. ولعب الليبرو مدافع معناته ان الاتحاد الدولي يبي تداول. صح. التداول حق شنو؟ متعة للجمهور. وايضا اللاعبين ترى يستمتعون. صح. هم الجمهور كثرة التداول. كثرة التداول يعطي روح. عشان كذي احنا في بعض المرات لما يصير عندنا اكثر من تداول. صح. كحكام احنا نتقاضى. ايه. نتقاضى عن الحمل. ايه. الدبل. ايه. البسيط. والله عندكم الامر. ايه. مسموح. شوف مسموح ليش؟ لان احنا نبي تداول. صح. ما نبي ننهي هذا التداول في. ايه. كرة مثلا نخربها. صح.
نخرب اللعبة هذه، فنتغاضى عن بعض الدبل البسيط، الحمل البسيط. تبارك الرحمن، يعني في قوانين حلوة تفضلت فيها، لكن الليبرو موضوع ما يازلي. يعني أنا لو أدخل كرة طائرة يقول الليبرو، أقول لا كابتن شيلني عشان شيلي، قلت لك أنا راح ألبس جوتي 10 متر 10 سنتي عشان ألبس طويل. على مو كابتن عبد الأمير، شكرا على تواجدك اليوم يانا. بس لا، ما خلصنا، في قوانين وايد مستحدثة بنسولف فيها وياك، وراح تبينها للسادة المشاهدين. بس أتشكرك على تواجدك اليوم يانا في قانون لعبة. شكرا. الوعد يتجدد وياكم مع الكابتن عبد الأمير أحمد والقوانين المستحدثة في كرة الطائرة. انتظرونا، فما الله.